بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. PowerPoint 2016 Project 7 السؤال التاسع Slide 8 which has blank layout applied. يبقى هنيجي هنا في Slide 8 blank فاضية. جميل جدا. عايز نعمل فيها ايه بقى؟ which the blank layout applied. draw ارسم rectangle chip rectangle chip so it almost fills the slide but fits inside the purple and pink border on the slides. طب ناخد دي كده كوبي نروح هناك في الباور بوينت في ال translate نعمل بيست. يقول لي الشريحة الثمانية ديت التي تختفي في التطبيق رسم الشكل المستطيل بحيث يملأ تقريبا الشريحة ولكن يناسب داخل الحدود الأرجواني والوردة على الشريحة. يبقى هنيجي هنا نرسم مستطيل بس داخل الحدود دي. نيجي هنا في insert عندنا chips فين chip عندنا rectangle نضغط عليها نضغط على اول حتة هنا كده وننزل بيها ويملى المساحة بتاعتي كلها لغاية الجزء اللي تحت كده. تمام. بعدين border on slide and pink border but fits inside داخل the purple and pink border on slide hint change the fill color change the fill color of the rectangle to one of the blue color in the seams colors so that you can more easily see where the rectangle and the purple border lines meet. After the rectangle is sized to correct size, fill the chip with the picture group located in the folder. لو عايز يعمل ايه الاول؟ تغيير لون تابع المستطيل الى واحد من الالوان الازرقاء الزرقاء في الألوان الموضوع بحيث يمكنك بسهولة رؤية أي المستطيل وخطوط الحدود الأرجواني التربيعي حجم صحيح من الشكل والصورة. هنيجي هنا عايز يخلي التعبئة بتاعة ده اللي هي الفل لونها أزرق. نكبرها كده بحيث نغطي المساحة دي ونكبرها برضو من الناحية التانية كده ونكبرها برضو من تحت كده. طيب بقت هي كلها جوه البتاعة دي. عايزين نعمل ايه تاني؟ fill the ship with the picture group located in the folder. هو احنا عندنا في هنا صورة نشوف كده في صورة اسمها group اللي هي الصورة دي هيتحط في المكان بتاع البوردر ده. يبقى هنيجي هنا بعد ما حطينا هنا عايزين نحط جواها صورة نضغط بيمين ماوس كده هتلاقي سيف اس بيكتشر. عايزين نحط هنا مكان دي الصورة هو عايز يعمل صورة ولا عايز يعمل ايه؟ fill the chip in the chip ده with picture group group المفروض دي هتيجي كده بقت هي دي صورة والتانية صورة. يبقى عندي عنصر ده عنصر لوحده والمستطيل تاني صورة لوحده مش كده. هو عايز يعمل ايه تاني؟ طب نرجع تاني في كده في الترجمة بعد حجم مستطيل الحجم الصحيح هو الشكل
وملء الشكل مع الصورة المجموعة تقع في المجلات. هنملى الشكل، هنملى الصورة، المفروض دي هتبقى فيها صورة، المفروض هنا في الفورمات ده تيجي هنا في الصورة بتاعتنا احنا واخدينها. نجيب الصورة منين؟ نجيب الصورة منين؟ ديزاين دي في الصورة فيها عشان نجيب كاتشر نضيف هنا الصورة، عايزين نضيف هنا الصورة، عايزين نضيف هنا الصورة. مستطيل ده تاني، هو عايز يعمل ايه؟ قال لي fill the chip with the picture group located in the folder. واحنا هنا في chip fill هنا بدل ما اللون الازرق ده عندنا حاجة اسمها بكتشر، يعني في شيب فيل هنا في عندنا حاجة اسمها بكتشر، نضغط عليها ورك اوف لاين ونختار اللي هي الجروب دي، نقول له انسرت، هتيجي الصورة مكان دي كده. تمام كده، المفروض هما الاتنين بقوا حاجة واحدة. كنترول زد اندو. تمام، بعد كده بيقول لي اون سلايد 8 برضو درو انذر ريكتانجل شيب، ريكتانجل draw another، ارسم مستطيل تاني شيب ذا 1 انش هاي اند ستراكشر فريم ذا انسايد اوف ذا بينك بوردر اون ذا ليفت اند رايت بوزيشن. ناخدها برضو كوبي ونيجي هناك في الترجمة ونحطها. يقول لي في الشريحة 8 رسم مستطيل آخر الشكل الذي هو واحد بوصة عالية وتمتد من داخل الحدود الوردية على اليسار واليمين مباشرة أسفل الخط الأرجاني في أعلى الشريحة، إزالة من الشكل وإزالة المخطط تابعة إلى الملء وتابعة المخطط ده مخطط. يبقى عايز يرسم مستطيل تاني تاني كده. يقول لي on slide 8 draw another rectangle shape asset is 1 inch high and بنرسم مستطيل تاني 1 inch high ارتفاع 1 inch and structure from the inside of the pink border on the left and right position the rectangle directly below the purple line at the top of the slide remove the fill. هنيجي هنا ونرسم مستطيل تاني، سيبقى فوق ده ولا ايه؟ يعني هنيجي هنا عند الانسرت ونخش برضه تشيب ونيجي هنا ريكتانجل ونرسم مستطيل تاني ليفت رايت ولا رايت ليفت اون ذا ليفت اند رايت من الشمال واليمين. الترجمة بتقول ايه؟ مشكلة وتمتد من داخل الحدود الوردية الى اليسار واليمين مستطيل اخر شكل زي هو واحد بوصة عالية، واحد بوصة عالية 1 inch high ارتفاع 1 بوصة structure has from inside of the pink borders on the left and right. هنرسم عمود بس الشمال واليمين 1 سنتي ده مسمى شاطر اسفل الخط الاوجاني باعلى الشريحة، يبقى اسفل الخط الاوجاني باسفل الشريحة. هنيجي هنا نرسم مستطيل كده بس ارتفاع بايه؟ 1 inch لو في الارتفاع 1 high in. طيب بس هو عايز يحطه يبقى تاني جايز ريكتانجل دايركتلي بيلو ذا بربل لاين، بيلو ذا بربل لاين اسفل هذا المستطيل بشرط اسفل الخط الاورجاني في اعلى الشريحة، ازالة ملء الشكل وازالة المخطط. هنيجي هنا اوت لاين نقول له نون وتشيب نقوله نفل. طب بعدين اوت لاين يقولك هنا ريموف ذا فيل فروم ذا تشيب اند ريموف ذا اوت لاين ذات تشينج ذا فيل تو نو فيل اند تشينج ذا اوت لاين تو نو اوت لاين. 11 in the second rectangle
tip see you at the theater. يبقى هناخد الجزء ده وناخدها كوبي ونحطها فين؟ في السكند ريكتانجل اللي هو مستطيل التاني اللي احنا لسه عاملينه. طب انا اضيف هنا الكلام ازاي؟ هضغط عليها يمين ماوس او بس نمسكها تاني عشان احنا كده سيبناها. طب نمسكها ازاي؟ فيو احنا عايزين نمسكها من هنا بنس في المفروض هنا عندي ده الوصل الاولاني كده ونضغط عليها بيمين ماوس. كل ما هضغط يمين هتتشال وتمسك التانية. هضغط عليها تاني طبعا عشان انا بس سلكت عليها مش عارف امسكها كده. المفروض في عندي بان هنا تظهر لي البانت اللي هي اللي فيها العناصر اللي عندي في الصفحة. فبنجيبها منين؟ نجيب منين البانس دي؟ نزل منين البانس؟ بالفيو رولر نوتس نايت زوم سويتش في الهوم في الديزاين في الانيميشن انيميشن بان دي انيميشن بان فتحنا القناة فاتت مفيش مش هي فورمات فورمات مش هي في الفيو دايركشن نوتس جريد لاين جايت سلايد ماستر ريدنج نوتس نورمال. طيب ممكن اضغط بره خالص في الرصاصة كده افضل اعمل سيلكت خليه محدد لي الموضوع دي. في الكيبورد في جنب كنترول زي علامة قايمة بتاعت الماوس لو ضغطت عليها بيمين ماوس كده هتلاقي لي حاجة اسمها اد تكست ايدي تكست ايدي تكست. واكيد برضو لو انا فتحت هنا فورمات هنلاقي في مكان تاني برضو خاص بالكتابة. في عندي هنا في الفورمات هنا عندي حاجة اسمها سيلكت بان. سيلكت بان لو انا سيبنا دي كده ومسكنا اي صورة دخلنا في الفورمات هنا فورمات دراونج فورمات هتلاقي عندي حاجة اسمها سيلكت بان. سيلكت بان لو دوست على سيلكت بان دي هيطلع لي كل العناصر اللي عندي في الصفحة. هلاقي ده المستطيل الكبير وريكتانجل 4 اللي هو المستطيل الصغير ريكتانجل 1 وريكتانجل 4. وانا في ريكتانجل 4 هنا لو دوست عليه بيمين ماوس كده مبيعملش اي تأثير. طيب احنا عايزين هنا نضيف عليه كلام وانا واقف عليه هنا كده هلاقي عندنا فورمات هنا في هنا اي تكست درو تكست ده ترسم عايزين نضيف هنا كلام هنلاقي عندنا هنا في الهوم نمسكها تاني ريكتانجل 4 دوسنا بيست ده التسمية ليها مش هو العنصر اللي جوه عايزين نضيف الكلام جوه هنا. طيب يبقى هنعمل ايه لو احنا خلناها لي اوت فيو كالي اوت مفيش اي حاجة فيها برضو لان دي مربع اصلا مربع نص. طيب هنيجي هنا تاني ماسكينه كده نديله اي بوردر دلوقتي عشان نعرف نكتب جاليه او المفروض ما اديلوش اي بوردر المفروض انا اكتبه جاليه على طول اصلا. المهم لو انا دوست عليه في الكيبورد في الكيبورد علامة بتاعت الكيبورد بتاعت اللي هي يمين الماوس لو دوست عليه بيمين الماوس كده هلاقي عندي حاجة اسمها ايدي تكست. اول ما اضغط ايدي تكست كده او كنترول واكس كنت لو احنا دوسنا كده واحنا ماسكينه دوسنا الت واكس لا كنترول واكس كنترول اكس هيعمل قط ليها دوس الت مع اكس بس ما عملتش حاجه مش هي فيها. تاني هنمسكها تاني كده في الفورمات لو دوسنا بيه الماوس كده هنلاقي ايدي تكست نضغط عليها هتطلع علامة الوميض اللي جوه بكتب جواها وانا عامل كنترول وفي واندو عشان احنا خدنا ريكتانجل. نرجع تاني ناخد الكلمه بتاعتنا كوبي يمين ماوس ناخد كوبي ونرجع تاني هنا ونعمل كنترول وفي هلاقي نزل لي الكلمه اللي انا كاتبها معايا. طيب المفروض تشينج ذا فونت تو باردوي هيدنج هنغير الفونت بتاعنا لان هو اسمه باردوي هيدنج ونغير الفونت بتاعه ل 44. هنيجي ماسكينها كده نكتب 44 هنا
نعمل كنترول وفي اللي هو الفونت هنا مش كوبي، نيجي ناخد الفونت من هناك كوبي اللي هي بورد واي ونكتبها كده بي او بي او اي مش موجود، ناخدها كوبي احسن عشان تبقى سهلة معانا. كوبي نروح رايحين ناحية تانية ونعمل سيلكت ده ونعمل بيست ندوس انتر، يتغير الفونت بتاعي للفونت الجديد ده. طيب ايه تاني؟ هيدنج اند تشينج فونت 44 بوينت اف ذا فونت كلر از نوت وايت، لو الفونت اللي انا بكتب بيه مش ابيض، اور اف يو وانت يو كانت سي ذا تكست اوت مش شايف الكلام ده، كليك ذا بوردر اوف ذا ريكتانجل تو سيلكت ذا انتر تشيب اند ذن تشينج ذا فونت كلر تو وايت. لو انا الفونت ده مش وايت او مش عارف اكتب فيه، هقف جواه هنا كده واعمل سيلكت عليه عشان اغير الفونت للون الابيض، هدوس على دي كده واغير الفونت بتاعي للون الابيض بس، نعمل كنترول واس. طيب لو انا عندي هنا مش عارف امسك دي بيمين الماوس، لو افترضت ان انا مش عارف امسك دي بيمين الماوس، لو احنا مسحنا كده واجي امسكها من هنا مش عارف امسكها، همسكها من هنا كده وادي لها اي بوردر مؤقتا في الفورمات هنا كده، ادي لها اي بوردر تشيب اوت لاين، ادي لها اي بوردر عشان بس اعرف امسكها بعد كده. مجرد ما انا مسكتها كده بيمين ماوس هضغط عليها بيمين ماوس واقول له ايديت تكست، بعد ما اضيف هنا الكلام بتاعي ناخد الكلام بتاعنا كده كوبي نعمل سيلكت دي ناخده كوبي ونروح رايحين في الباوربوينت هنا ونعمل بيست كنترول وفي ينزل معايا. طبعا برضه هنغير في الفونت بتاعنا ده نخلي 44 ونغير الفونت، نغير الفونت نخلي اللي هو البودي اللي هو برودواي ده هندنجز، نعمل سيلكت ليها كلها ونغيره كده هو 44. طبعا بعد ما عملت كده لازم اغير البوردر ده، الغي البوردر اللي انا حطيته شيب اوت لاين، ممكن اعمل عند الهوم هنا في عندي في الدراونج دي هو واخد اللون الازرق من هنا، اروح انا جاي هنا واقول له نو اوت لاين بالشكل ده كده واعمل سيف للشغل بتاعي. تمام بعد كده يقول لي اون سلايد 8 برضو يقول لي انيميت هنعمل حركه تو تكست بوكس للبوكس بتاعنا ده يوزنج ذا انترنس انيميشن جرو اند تيرن انترن، يبقى هنيجي هنا في المربع اللي هو بتاع التكست ده اللي احنا ماسكينه هنعمل عليه انيميشن، الانيميشن اسمها جرو، نفتح القائمه بتاعتنا هندور على كلمه الجرو دي جرو تيرن جرو تيرن ندوس عليها زي ما كده. طب هو قايل لي الديريشن بتاعها قد ايه، الوقت اللي هتحرك فيه قد ايه، هل هو قايل لي في الوقت الحركه سيت ديريشن تو 50% سكندز سيت ات ستارت ليمت تايمينج، بس احنا بنعمل واحده نغير بس الاول الديريشن دي 0.50 بعد كل ستارت ايه ماشي سيت ستارت تايمينج تو افتر بريفيو بعد الحركه اللي قبلها، نعمل هنا دوس ستارت افتر بريفيو ستارت بدأ من كليك والويز بريفيو افتر بريفيو بعد الحركة التانية، بعد كده اند سيت اديلي اوف 1 سكند هتديلي وقت الانتظار بتاعها تنتظر قد ايه 1 سكند، يعني متشغلش على طول بعدها استنى 1 سكند في الديلي هنا بيقول لي 1 سكند سيت ديلي اوف 1 سكند، هنيجي هنا في الديلي نضيف 0.01 بقت 1 سكند 0.01 احنا عملنا بريفيو كده بس هي كده 1 سكند انا مش افتر نمبر اوف سكشن سكندز نخليها هنا كده رقم 1 فلو احنا عملنا كده سلايد نشغلها اشتغل معاك بعد ثانية عشان نعمل سيف. بعد كده بيقول لي ايه apply the drop transition to all slides using the default lift effect، عايز يعمل الحركة بتاعت الشرايح حاجة اسمها drop transition، هنيجي هنا transition هنا نفتح القائمة بتاعتنا عندنا حاجة اسمها drop، ندور على كلمة drop دي drop ليه دروب دي
وعايز يعمل تأثير بتاعها ايه to all slides using the default left effect. التأثير بتاعها left effect، يبقى هنيجي هنا effect option نختار left. ماشي تمام. وعايز يعملها الاول هنروح دايسين على apply to all. طيب في ايه تاني؟ زين apply the default ده لكل الشرائح، نروح قايلين له apply to all لكل الشرائح بتاعتنا. بس هنا في الفيو نخليها بس بدل ما هي كده نخليها نورمال. ماشي في الديزاين في الترانسيشن وعملناها لدروب وعملناها الايفكت اللي هو ليفت تو رايت وعملناها اول ابلاي تو اول. طيب بعد كده زين ابلاي ذا كرنت ترانسيشن تو ذا اونلي سلايد 1 8 اون سلايد 8 تشينج ذا ديوريشن اوف ذا ترانسيشن تو 2 سكند. ماشي يقولك ايه drop transition to all the slides using the default left action effect then apply the current transition to only slide 1-8 1-8 only slide الشريحة الأولى والشريحة الثانية only slides 8 change the duration of the transition 2 seconds. يعني الشريحة الأولى والشريحة الثامنة الشريحة الأولى دي والشريحة التامنة دي هما الاتنين، الباقي كله اتنين. امال ايه؟ change the duration of the 2 second apply the duration all slides using the default left transition current transition to only slides 1-8 on slide 8 change the duration of the transition to 2 second. طب هو كله 2 سكند، هو كله احنا جينا كله دايريشن 2 سكند ودي 2 سكند ودي 2 سكند كله 2 سكند. ماشي بعد كده بيقول لي سيف يور تشينج اند ذن واتش ذا سلايد شو ان سلايد شو فيو ريمبر تو ويت فور ذا فيديو اون سلايد. بعد كده ريسنت ده بنجي لما 11 ده هنحفظ الشغل بتاعنا. بعد كده نعمل فيو نعمل معاينة لي سلايد شو ونعمل فريم تشتغل الشريحة الأولى وهنستنى ثانيتين وهنفوت تشتغل الشريحة التانية. هو شغالة باي كليك ولا ايه؟ ترانسيشن واحد شغالة باي كليك، المفروض مش هتشتغل باي كليك، نشيل دي عشان تشتغل اوتوماتيك. طبعا نشيل علامة اون ماوس دي بس طبعا هنشيلها ونخلي كله من ايه اوتوماتيك. هو كان قايل كده اصلا set duration to second set the start timing to after preview and set daily of second apply the 1-8 slide change the duration to لو احنا جينا هنا وشلنا علامة صح لي اون كليك دي هتشتغل اوتوماتيك. لو احنا جينا عملنا بريفيو كده سلايد شو وعملنا بريفيو اشتغل الشريحة الأولى بس لازم نعمل عليهم سيلكت كلهم. يعني نيجي تاني هنا في الترانزيشن هنشيل اون كليك دي ونقول له ابلاي تو اول، يبقى كل الشرايح عندي مبقاش فيها ايه تشتغل اوتوماتيك، كل الشرايح عندي بقت تشتغل اوتوماتيك. سلايد شو ونعمل بريفيو الشريحة الأولى وهي بتاخد وقت كتير. ايه ترانسيشن الشريحة الأولى بس هتاخد دقيقتين وبقى ايه مش عارف بتاخد وقت كتير. ايه المفروض
تشتغل اوتوماتيك كده، مبقاش في وقت انتظار اصلا، يعني في ترانزيشن مبقاش في وقت انتظار. بس الحركات اللي جوه دي احنا مش قايلينها تشتغل اوتوماتيك، قايلينها تشتغل باي كليك. الحركات اللي جوه بتشتغل باي كليك، ممكن عشان كده بتقف. ماشي، نعمل سلايد شو كده فريم، اشتغل الشريحة الأولى، نعمل كليك، اشتغل الشريحة التانية كليك، تظهر التالتة. وهكذا. بعد كده اخر حاجة، اخر سؤال بيقول recent summary to start automatically and after the transition to slide 8 recently summary performance to start automatically and after the transition to slide 8 wait for the next box to animation automatically recently. فين recently؟ سنت لي سمر بيرفورمانس دي ولا تو ستارت اوتوماتيك تبدا اوتوماتيك اند افتر ذا ترانزيشن تو سلايد 8 اند افتر ذا ترانزيشن تو سلايد 8 ويت فور ذا تيجي هنا دي في ترانزيشن افتر نقول ابلاي اول. واحنا جينا هنا وعملنا كده فيو عايز يخلي الشريحة دي تشتغل اوتوماتيك بعد شريحة رقم 8. هنيجي نفس سلايد شو، عندنا حاجة اسمها كاستم شو، كاستم شو نعمل يو مثلا. هنيجي هنا الشريحة بس هنبقى هنعرض كله تاني، نجي الأولية نضيفها، بعد كده التانية نضيفها، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السابعة. نضيف 6 و7 و8، بعد كده نجي للريسنت اللي دي تاني ونضيفها تاني، بقى 6 عندي هنا وبعديها تاني هنا. نقول اوكي كده كاستم شو 1. مجرد ما اعمل شو هنا تظهر معايا هتظهر مرة تانية في الآخر خالص بعد شريحة رقم 8. تيجي شريحة رقم 8 تروح ظاهرة الشريحة دي مرة تانية.